مليانة بدقات عقارب الساعة، أوقات بنحسها دقات سريعة وحلوة، وأوقات بتكون بطيئة وصعبة، وبتفضل الذكريات هي الحقيقة، مفيش هروب منها. بنفتكر حبيب فارق وعمر عدى، بس المهم نفضل عايشين للي جاي. عقارب ساعة ضيفتنا مليانة بالخبرة والذكريات. النهاردة هنبتدي حلقتنا مع الفنانة رجاء الجداوي. هنبتدي عقارب الساعة مع الفنانة الكبيرة. بجد أنا مش مصدقة نفسي إن أنا قدامها النهاردة. تعلم منها كتير، إعلامية وممثلة وعارضة أزياء. أنتي منورانا النهاردة. الله يخليك. وأنا سعيدة جدا ومش مصدقة فعلا نفسي. ميرسي يا دعاء، ربنا يخليك. من أحلى الحلقات اللي أنا هصورها في حياتي، أعتقد إن أنا هفضل فاكراها طول العمر. استني بس لما تشوفيها. لا لا، إن شاء الله هتبقى حلوة. اتفضلي يا حبيبتي. الحياة أبيض وأسود. مشيتي في أي طريق أكتر، الأبيض ولا الأسود؟ مشيت في الاثنين. مفيش حد بيمشي في طريق أبيض على طول ولا أسود على طول. يعني يمكن أنا مريت بظروف إن أنا رحت وأنا صغير أول عندي 14 سنة، كان لازم أشتغل. أنا عارفة. هنحكي وهنتكلم في الأيام دي أشتغل. ونشوف هي كانت أيام سودة ولا أيام بيضة. كانت أيام إذا الناس قالوا عليها سود أنا كنت شايفها بيضة، لأن كان هو ده السلم اللي. انت كان عندك كام سنة وانت بتشتغلي؟ كان عندي 14 سنة وشهور. كام سنة في المدرسة كنتي؟ قعدت في المدرسة من وانا عندي 3 سنين. قعدت 11 سنة داخلية، وبعدين خرجت وانا عندي 14 سنة. واشتغلتي أول ما خرجتي اشتغلتي على طول؟ كان اضطرار. يعني كان اضطرار، كان لازم أقدم السنة اللي هي البشوب تحتي أقدمها منازل. وكان لازمني فلوس، فكان لازم اشتغل عشان اجيب فلوس اصرف على تعليمك. التعليم، فلان كان حصل كبوه ماديه في العيله وكان في اضطرار للشغل فاشتغلت. طيب عايز نبتدي بالابيض في حياتك الأبيض الأول. وبعد كده نروح على الاسود. يلا بينا. يلا. بتخافي من عقارب الساعه ولا لا؟ اطلاقا. طول عمرك ما بتعمليش حساب للوقت؟ ابدا ما بخافش من الوقت ابدا ابدا ابدا. يمكن انا عندي انا برج العذراء. برج العذراء عنده بعد نظر شويه، دايما سابق الحدث. يعني هو سابق دايما الحدث، بيحاول يلاقي حلول لما سوف يحدث، لانه هو تركيبه منطقيه جدا. المنطق عنده، الاحلام عنده ليها اساس واقعي. يعني ما بيحلمش ان الجنيه يبقوا 1000، لا، الجنيه يبقى 10 والعشرة يبقوا 100. فما عندوش أحلام زايدة قوي، لا لا، أحلامه نابعة من الواقع. فأنا طول عمري عندي نظرة للي جاي. يعني ما فيش حاجة عندي اسمها بالصدفة granted. لا، ما عنديش حاجة مضمونة. يعني أنت ما تاخديش الحياة على أن كل شيء مضمون. ما فيش حاجة مضمونة. الشيء الوحيد اللي مضمون يا دعاء اللي انت بتشتغلي عليه عشان تضمني استمرارية وجوده. شخصيتك اللي اشتغلتي عليها. هو كده. فرحة عمرك وأبيض يوم في حياتك. بالصدفة. بالصدفة؟ بالصدفة. حديقة الأندلس ومتفرجة مع والدتي وأختي وجوزها، وفتيات جمال كده طالعين يختاروهم سمراء القاهرة. وما لقوش حد على اللي هم عايزينه، المستوى سبوت لايت على المتفرجين، وقالوا دي. وطلعتي؟ طلعت. انا لبسوني مشرح سمراء القاهرة، قلت لهم يعني انتوا هتدوني فلوس؟ انا عن كل همي انا عايزة فلوس. قلت لهم يعني هو في فلوس؟ قالوا لا، ده في انك تشتركي في ملكة القطن المصري. قلت لهم دي فيها فلوس؟ قالوا لا، دي فيها تذكرة لفرنسا تشتركي مع ملكة القطن العالمي. فأنا كان حلمي أروح فرنسا أكمل تعليم. كان أيامها أيام الرئيس جمال عبد الناصر والخمسة جنيه السفر والحاجات اللي كانت، فالمسألة ما كانش ممكن أسافر. ما كانش حلم، مجرد حلم. ما كانش معانا أصلا حق تذكرة السفر يعني. فما ما كانش في حل. وبعد كده خدتي ملكة القطن؟ خدت ملكة القطن، ملكة الثقافة.
اللحظة الحلوة إن سافرتي على فرنسا؟ لا ما سافرتي؟ لا اللحظة الحلوة إن في الحفلة كان في الأستاذ هنري بركات المخرج وكان في مسيو بيير كلوفاس اللي هو مصمم الأزياء اليوناني المصري. مسيو هنري بركات قال لي تنفع خديجة بنت المأمور في دعاء الكروان، وبيير كلوفاس قال لي تنفع أول عرض أزياء مصري في الحفلة. دي كانت اللحظة اللي أنا ما ساعدش ليها أبداً، وبالصدفة وجت، وكل حياتي الصدفة لعبت فيها دور، ما خططتش في شيء أبداً. الفنانة الجميلة تحية كاريوكا الكبيرة المبدعة كانت رافضة أن أنت تدخلي التمثيل، كان أبيض ولا أسود بالنسبة لك؟ هي ما رفضتش لأنها ما عرفتش. أنت مثلتي بعد كده هي عرفت؟ أنا ما قلت لها عايزة أروح لمامي فقالت لي بعد 11 سنة؟ قلت لها اه مامي محتاجاني أكتر من حضرتك. فقالت لي طيب. فرحت عند ماما. اللي حصل بقى ده إن اشتغلت واشتغلت في التمثيل. لا خلينا نرجع واحدة واحدة. أنت كنتي عايشة معاها طول طفولتك كلها. 11 سنة اللي هم 11 سنة بتوع المدرسة الداخلية. داخلية؟ فأنت لما سبتيها أنت قررتي إن أنت تشتغلي وتروحي لوالدتك. أنت اللي خدتي القرار. أنا خدت القرار لأن والدتي كانت بقول لك بتمر بأزمة مادية وكانت محتاجاني. فقلت لها مامي محتاجاني أكتر من حضرتك. فقالت لي كده قلت لها فزعلت. زعلت لأن طبعًا هي كانت معتبرين بنتها. وخلاص بقى يعني. فلما اشتغلت في التمثيل هي عرفت بعد قد ايه؟ عرفت لما اتعرض الفيلم في السينما. راحت اتفرجت عليه بالصدفه؟ لا 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 ولا الناس قالوا لها؟ عرفت بقى لان كانت الفنانه العظيمه الراحله فاتن حمامه كانت صاحبتها قوي قوي قوي. وانا لما دخلت الاستوديو اول يوم ما كنتش مبهوره وخايفه لان كنت بقول طنط فاتن وانكل فلان وانكل صحاب خالتي كلهم. فجيت دخلت اوضه المكياج كانت مدام فاتن بتعمل مكياجها، فانا فتحت الاوضه ودخلت خبطتي على الباب بهدوء كده؟ لا بس هدوء صارم. قلتها لا، قالت لي اخرجي وخبطي على الباب ولما تسمعيني بقول لك ادخل تدخلي. كان عندك كام سنة؟ ما هي في أول كان 15. 15 سنة؟ فقلت لها حاضر يا طنط. قالت لي هنا ما فيش طنط، هنا في مدام فاتن. خرجت وما رجعتش يعني. بس كان أول درس ليا التعامل واحترام الكبير في الشغل. هي كانت شخصية طيبة ولا كانت شخصية جد؟ عظيمة. احكينا عنها شوية. عظيمة 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 ولكن شخصية حاسمة. حازمة. قاطعة. لطيفة جدا جدا ولكن في حزمة. احنا خلصنا الأبيض. هنروح لفقرة الأسود. طيب. جاهزة؟ يلا بينا. رجعنا تاني علشان نبتدي فقرة الأسود مع ضيفتنا الجميلة رجاء الجداوي الفنانة الكبيرة. أكيد في أيام سودة وإنتي قلتي إن إنتي خففتي ألوانها. لحظة ما قلتي إن إنتي دفنتي جزء من قلبك مع وفاة زوجك، حسيتي بإيه؟ الجملة دي طلعت علشان هو فعلا في نص ما بقاش شغال؟ لا مشاعر ما بقتش لا موجوده؟ لا لا يعني لغايه النهارده وانا على السفره كرسي حسن ما حدش بيقعد عليه. في رمضان بدور على حسن في كل حته. انا واميره بنتي وحفيدتي يعني من 3 ايام اميره صحت من النوم، انا صحيت من النوم ما لقيتهاش. فانت فين اميره؟ قالت لي انا عند بابي بورسعيد بزور بابي. قلت لها طلعت، قالت لي روضه، قالت لي تعالي روح لجده.
وروضة بتروح تقعد قدام القبر وبتكلمه وتقول له جده احنا في رمضان دلوقتي وانت كان المفروض تبقى معانا. خلينا نرجع له تاني لما فارقك وهو بيدعي لك وقالك ربنا هيكرمك خلي بالك من نفسك، قلتي له انت ايه؟ انا حسيت ان جوزي هو كان حاسس انه ماشي، كان حاسس انه ماشي، لان قال على فكره رجاء ربنا هيكرمك قوي. فقلت له بتقول كده ليه؟ قال ربنا هيكرمك قوي، وطبطب على كتفي. ولغايه ما في المستشفى وهو يعني احنا قعدنا في المستشفى ساعتين او ثلاث ساعات بس. روحي روحي نامي، اقول له لا انا قاعده جنبك. طب اطلعي خدي في خدي الاوضه واطلعي فوق. مش تعبان، مش عيان، مش موجوع، لا مش هعرف انعس من غير السبحه بتاعتي. وسبحته 1000 خشب بيفضل يسبح لغايه ما تقع من ايده. مش هعرف اسبح من غير سبحه. قلت له سبح على صوابعك. قال لي المشبك ده مضايقني، شالوه. نايموني على جنب اليمين، نايمني على جنبه اليمين. وفجأة مشي. ولكن أنا حاسة بيه في البيت على طول معايا. لو سمعنا حابة تقولي له إيه؟ ها؟ لو سمعنا حابة تقولي له إيه؟ هو سمعنا. طب حابة تقولي له إيه؟ هقول له قضيت أحلى أيام عمري معاك. وحشتني جدا جدا جدا. حسيتني انا واميره وروضه وطبعا عيلتك، يعني انا عيلتك هي عيلتي لغايه دلوقتي، لسه ما زالوا كلهم اخواتي وكلهم بيجوا لي. بحبك قوي يا حسن، ولو في يوم ضايقتك ارجوك قول لي، تعالى لي في المنام قول لي انا مسامحك، لاني ساعات ببقى قلقانه اقول يا ترى انا زعلته، يا ترى عملت حاجه ضايقته. فتعالى لي في المنام مرة بقى، تعالى تعالى قول لي أنا كمان قضيت معاكي أسعد أيام حياتي يا رجاء، بحبك أوي بحبك أوي. قلتي إن أنا حطيت جوزي فوق راسي، كان هو أهم حاجة في حياتك؟ آه، أهم من الشغل، أهم من كل حاجة؟ مش عايزة أخلط الاتنين. لا مش عايز اخلط الاثنين، مش عايزين دموع. اهم، لا مش عايز اقول اهم من الشغل. او هو كان حريص على شغلي كمان. لا وكان مش عايز اقول الكلام الكبير، لا اصل شغلي كنت بضحي. لا ولكن انا كنت قبل ما انزل ابقى عارفه البيت هياكل ايه، ابقى عارفه ان البيت احتياجاته ايه. حسن ناقصه ايه؟ مكوته نزلت، الحاجات اللي هو عايزها للملعب، الشنطه بتاعته اللي بياخدها التدريب جاهزه ولا لا؟ لا يعني كنت عارفه كل شؤونه اللي هو بيعملها. وهو كان حريص على شغلي قوي. يعني كان ممكن يشوف مشهد يقول ايه؟ رجاء مشهد ده كان ممكن تعملي احسن من كده على فكره. فلا هو كان بيحبني، بيحب شغله، انا بحبه وبحب شغله. ست سنين كانوا ست سنين سود لما قطعتك الفنانه تحيه بعد التمثيل. ست سنين كانوا مش لطاف ابدا ابدا. وبعدين دخلت خالتي الله يرحمها، دخلت تعمل عمليه منصور عند الدكتور محمد فياض. فقلت لمامي تعالي روحي طن. قالت لي يا رجاء مش هتقابلنا. مش قلت لها هتقابلنا. فرحت خبطت على باب الاوضه، وقفت على الباب وبصيت لي تعالي. فرحت حضنتني وقالت لي ما كنتش عايزاكي تشقي، انا كنت بربيكي ورسمه لك خط تاني، انت اخترتي. كانت شايفه ورجعنا ان الفن والميديا شقه، شقه مش تعالي. مش تعالي منها على الفن، لا عشان بس نبقى واضحين. ولكن هي كانت راسمه لي خط، عارفه ما والدك يبقى دكتور يقول لك انا عايزك تبقي دكتوره.
او والدك يبقى عايز يبقى دكتور ويفشل انه يبقى دكتور، فيبقى عايزك انت تبقي تعوضي ده في انك تبقي دكتور. خالتي تحيه الله يرحمها كانت بتحقق من خلالي حاجات كتير هي كانت نفسها تعملها، نفسها تعملها او حد يعملها لها او حد يعملها. طيب تعالي نخرج من حياتك شويه ونروح لحياه ام في فقره الحكايه، ونشوف الابن العاق اللي بهدل والدته، وانتي انفعلتي واتأثرتي جدا والناس انفعلوا قوي. احنا هنروح نشوف ونرجع نعلق على الحكايه، ايه رايك؟ يلا يلا بينا نشوف فقره الحكايه. مساء الخير وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده انا بشارك في حلقه عقارب الساعه. اتعرضت لموقف انا شخصيا عمري ما اتعرضت ليه وما احبش ان اتعرض ليه الحقيقه ابدا. هتشوفوا رد فعل الناس كان ايه، ما بين ناس رافضة تماما وناس موافقة على اللي حصل. أنا عايز أعرف رأيكم هيبقى إيه بعد ما تشوفوا الموقف ده. شوفوه معانا. مستر باسل توجو انتشيل، مستر باسل. تسلم. هات يا اخي هات ادي انا شيء امسكها. معلش انت حامل، اديني انا شيء امسكها حبيبتي. والله يعني تعبت معايا، ربنا يخليك. الله. طب بقول لك ايه اديها الميدو. ميدو مش انت راجلنا يا اخويا، خد خد الحاجه امسكها. الو تعمل انت بتقلبي في ايه يا اختي؟ بتقلبي في ايه؟ ليه بتبص على التيشيرتات دي؟ انت شايفه بقلب في ايه يعني؟ التيشيرتات دي ابني ما بيحبش التيشيرتات، طول عمره يحب القمصان. يا ستي هاتي انت لابنك اللي انت عايزاه، انت مالك بيا؟ بس انا غريبه جدا والله. مش غريبه ولا حاجه، انا امه برضه وعارفه هو بيحب ايه وما بيحبش ايه. وبقى جوزي. وماله. خليكي واقفه بقى بالحاجه واسكتي. حاضر. استغفر الله العظيم يا رب. شوف القمصان هو بيحب القمصان. وانا ما بحبش القمصان. هو طول عمره بيحبه. ايه يا جدعان في ايه؟ في ما فيش حاجه. ليه وليه بقول لها انك انت ما بتحبش الالوان الفاتحه دي كلها؟ عمال اتفضل شويتين ابتديناها. برضه يا ماما برضه نفس المشاكل. برضه ايه هو برضه نفس المشاكل؟ ما فيش فايده فيك. وعلى طول كده حرام عليكم. عاجبك الفضائح دي؟ ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده قدام الناس، ما ينفعش خالص. انا ما بعملش حاجه، ده يا دوب ايه ما غلطتش؟ هي على طول ما غلطتش ولا اللي بغلط؟ كل مره انت عشان اجيب لك حاجه تجيبها معانا وتنكد علينا. لا ما اقول لك ايه، بص انا بعد كده انا هرجعك دار المسنين ورايح دماغ. انا مش انا وجع الدماغ ده. حرام عليكم. حرام عليكم، مش كفايه انكم خدتوا شقتي ورميتوا لي بيت المسنين؟ انا غلطانه ان انا خدت الخراج. حرام عليكم. ايه ده؟ ايه اللي موقفك يعني في ايه؟ ازاي تكلمها كده؟ ايه اللي حصل يعني؟ عشان امك. انت حضرتك تعرف حاجه اصلا مش هتتكلم؟ ايوه انت يخصك في ايه؟ ينفع المشاكل انت عملتها لنا دي؟ انت بتعمل ايه فينا دي؟ بس بتعرف تتزهوج كده قدام الناس؟ لا مش مامتي، اكيد مامتي عمرها ما هتبقى كده يعني. يعني حضرتك ايه اللي دخلك برضه؟ عايزين نفهم بس. طب هو هتقطع على دماغك وتضحك عليا يا ماما؟ ايه؟ حضرتك هتعلميني اللي صح واللي ما يصحش؟ لا يعني دي خاربه بيتي، دي مع جوزي. بس استغفر الله العظيم يا رب. حقك عليا. يلا اتفضلي. حقك عليا. لازم يا رب. اكيد ابني مش هيعمل معايا كده. لا اكيد هيعمل نفس المشاكل. عشان انت ما بتشوفوش دي بتعمل ايه؟ مش حاجه. انا اللي بجيب لك الكلام ده من الناس. شايفه حياتي مع جوزي في ايه؟ كل ما انزل اتمشى ده اللي يحصل. فمن الناس قلت لك كلام. هي مش غلطان، هو كله بس خلاص. حق
حقك علي، حقك علي انت وهي. لو سمحت لو سمحت طب لو سمحت في امك لو سمحت انت كده انت عامل فينا ايه يا عم؟ انت بس ايه دي امك ممكن كفايه بقى وترحمنا؟ ايه كفايه؟ ازاي يعني؟ ما تزعليش من النبي والنبي ما تزعلي من ارحميني. يلا يلا حاضر حاضر حيل عليكي يلا حاضر. ما تشغلش فيا قدام الناس، ما تشغلش فيا قدام الناس كده. خلاص خلاص والنبي خلاص خلاص والنبي خلاص عشان خاطري خلاص 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 والنبي خلاص. هو ده اللي ضرب؟ طيب انا عاوزه يعني عاوزه اسجل معاكم انتوا الاثنين. لا انا مش عاوزاكي تعيطي خلاص خلاص. ممكن تقولي اسمك ايه؟ محمد الخطيب. انت منين؟ من سوريا. انا بشكرك على جدعنتك وعلى جدعنت السوريين وعلى شهامتك ان انت بتدافع على ام يعني امنا كلنا. لا والله يعني الام هي اللي كبرت وهي اللي علمت وهي اللي ساوت وهي اساس المجتمع. ما حدا بيحس الام الا اللي فاقد امه يعني. بس ايه اللي خلاك تتدخل يعني وتضرب؟ ما ممكن يحصل لك مشكله فتخاف فتقول بلاش. مهما حصل اي شيء بيحصل ما ما, ما في شيء اعظم من انه ام تنهال من ولدها كرمال انه. بس بس عايز اقول لك حاجه، ان مهما الابن عمل ومهما الام ضربت في لحظه ومهما لو حتى من وراء قلبها دعت هتقول انا بدعي على ولدي وبكره اللي يقول امين. وانا مسامحاك يا ابني، مسامحاك مسامحاك وربنا يهديك يا رب وقلبي وربي راضي عليك. ايوه هي بتقول كده فعلا، الام مهما بتتوجع بتسامح، ده حقيقي. انا بشكرك. انت كمان كنت هتضرب؟ يعني هو انا فضلت ساكت. هو لازم يتضرب من الاخر بصراحه. بصراحه يعني بصراحه. قولي اسمك ايه؟ انا اسمي هشام زكي. ايه اللي خلاك تتدخل؟ الوضع كان غريب يعني بصراحه. شايف انا شايف حد بيدافع عن المدام بتاعته يعني عشان خاطر المدام يعني وجاي على والدته. فاحنا طبعا احنا ما تتعوضش، بس الزوجه ممكن تتعوض. بالظبط كده يعني. بعدين هو يعني ممثل بارع. بنتي اكيد بقى يعني شلت حساب اليوم ده عشان كده دفعت بحراره. ربنا يخليها لكم. ميرسي جدا على جدعنتكم انتوا الاثنين النهارده، انتوا الاثنين ابطال الحلقه. بشكركم جدا. لسه رجاله العرب بخير من مصر وسوريا، استنونا في الاستوديو. دموعك غالية قوي علينا وإحنا أسفين إن إحنا بكيناكي، لكن المشهد صعب. أي أم أكيد بتتجرح، وإنتي قلتي كلمة جميلة جدا، قلتي الأم مهما تتوجع وتتجرح. أنا دايما يعني أمي حتى سبحان الله يرحمها كانت دايما قبل ما تنام تقول قلبي وربي راضي عليكم يا أولادي. حتى لو أنت زعلانة بتقولها بالليل. تقول لي اخاف اموت وانا قلبي زعلان منكم.
فانت بتعيشي برضا الوالدين. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فانك انت النهارده اللي شالت وربت وطببت وسهرت وعلمت وعملت كل حاجه، ما تجيش النهارده لمجرد ارضاء زوجه، لو الزوجه مش كل الزوجات كده الحقيقه يعني، ولكن يجي زي الحل اللي احنا شفناه ان هم مثلا كانوا عايزين الشقه ودوها بيت مسنين، بيسمع كلام مراته قوي، عاوزين يخلصوا منها، يخلص من اهم حاجه في حياته، والبنت ناسيه ان هي في يوم من الايام هتبقى حما. ما انت يعني التطور الطبيعي، انت النهارده بنت، بكره هتبقي زوجه، بعدها هتبقي ام، بعدها هتبقي حما، وهتبقي جده. فالطبيعي ان النهارده دان تو دان، اللي انت هتعمليه هتلاقيه. انت بتهيألي اول مره تمثلي مع الناس في الشارع. انا عيطت النهارده. انا لما قالوا بالمسج وكشفت وشي لقيت نفسي متشلفطه الحقيقه. اتفاجئتي برد فعل الشباب الجدعان؟ اتبسطت قوي من شابين ضربوا الواد الغلبان. خد البنيه جامد يا عيني. يا عيني مناخيره حبيبي. والواد تماسك الحمد لله، بس الحقيقه يعني اتضرب. احنا خلصنا فقره الحكايه. ايوه، وهنروح دلوقتي على فقره ابيض ولا اسود، بس المشاهدين هيشوفوها بعد رمضان. الفقره دي هيشوفوها بعد رمضان والله، لكن احنا حلقتنا في رمضان خلصت. هنقول لهم كل كلمة سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عيد فطر مبارك. امين يا رب، وان شاء الله ربنا يسعد الناس كلها ويملأ قلوبهم بالرضا والتسامح، يملكوا براحة البال. وراحة البال مهمة قوي، انك تحط راسك على المخدة بالليل ومفيش في قلبك ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا مقارنة بينك وبين الآخر. ارضى وابقى سعيد. نورتينا. على خير. نورتينا. ميرسي قوي. كنت مبسوطة جدا معاكي. انا كمان حبيبي. عقارب الساعة وقفت والحلقة خلصت. استنونا في الجزء الثاني بعد رمضان مع الفنانة الجميلة الرائعة رجاء الجداوي.